هذه صورة من الزميلة سكاي نيوز الإنجليزية، هي مراسلة سكاي نيوز في طرابلس أليكس كروفورد على ما أعتقد بالخوذة، وأيضا تقابل أحد الثوار الذي يضع على رأسه إحدى القبعات العسكرية على ما يبدو لمعمر القذافي، على الأقل كالتي كان يلبسها ونشاهدها به هذه المقابلة معه. وأيضا بيده لا يمكن أن نراها كاملة، ولكن يمكن أن نشاهد رأس العصا الذهبية للقذافي، أيضا يحملها أحد الثوار، حملها عندما نصب نفسه ملكا لملوك أفريقيا. طبعا نتحدث عن معمر القذافي. هذه العصا بيد أحد الثوار هناك، وسكاي نيوز تقابله في طرابلس العاصمة. أيضا هناك عقد ذهبي يلبسه على رقبته، لا أدري يعني ما من أين يعني أتى بها، أو كان يلبسه أحيانا هذا العقد سيد زكريا معمر القذافي. أشياء غريبة، نعم. لباسه غريب وسلوكه غريب أيضا. نعم، يعني بما أنه معه العصا ومعه كذلك القبعة العسكرية، يعني أيضا العقد لابد أن يكون من ضمن الملابس والأكسسوارات أيضا التي كان يلبسها القذافي. هذه يعني كما كنت تقول أنه هذه الثياب غريبة كما السلوك، هي غريبة أيضا على الليبيين، يعني طبعاً العرب يستغربونها طبعا، ولكن غريبة عليكم أيضا؟ نحن طبعا نحن نستغرب أكثر، لأن نحن يعني هو عايش في وسطنا ويقول أنه ينحدر من أصول ليبية. قذافي طبعا في خلال السنوات الأربعين اللي حكم ليبيا، طبعا على الرغم من أنها كانت حقبة مظلمة، بس كان فيها كثير من التندب بالمواقف الهزلية والمواقف المضحكة التي كان يظهر بها القذافي بين الحين والآخر، بداية في ملابسه الغريبة العجيبة واختياره للألوان، أو يلبس يعني قمصان مزركشة عليها صور قادة أفارقة، أو يلبس أشياء غريبة، هذا ناهيك عن القبعات الغريبة. وأخيرا عندما يعني نصب من قبل بعض مشعوذين أفريقيا كملك ملوك أفريقيا، أخذ هذا الشكل الغريب منحى أكثر غرابة، يعني فأصبحت وأضحت الملابس كلها غاية في الغرابة والاستغراب، طريقة وضع يعني الملابس وطريقة الخواتم الذهبية التي فيها جماجم والعصي الذهبية، كل هذه طبعا يعني كانت مستغربة جدا من قبل الليبيين. كنا نسأل عادة من قبل أخوتنا العرب والأجانب عن إذا كان هذه هي فعلا الملابس التقليدية الليبية، وكنا نجيب طبعا نحن يعني لم نرى هذا الشيء إلا من خلال هذا المحتوه يعني.